ناس كتير بعد خبر مقتل السفير بهجت سالم ظنوا ان دي البروفة التانية لوفاته، واننا ربما بعد عدد من السنوات نكتشف ان الراجل ما زال على قيد الحياة زي ما حصل قبل كده في حادث اغتياله الشهير في العاصمة العراقية بغداد. ثم اكتشفنا انه على قيد الحياة بعد حادث تفجير الكنيسة لما ورد اسمه في قائمة مكالمات جمال الجبالي. المرة دي النيابة امرت الطب الشرعي بتشريح الجثمان وتأكدت الوفاة بالفعل، رحمة الله عليه. نتمنى سرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة. نخرج لفاصل ونرجع لكم. ملا، مالك يا أستاذة؟ في حاجة؟ أستاذة ليلى، حضرتك كويسة؟ خير يا زين؟ ليلى، آسف، أنا عارف إنك على الهوا، بس الخبر اللي عندي ما ينفعش يستنى. خير؟ في حد من زمايلي بلغني حالا دلوقتي إن النيابة وجهت اتهام قتل السفير بهجت سالم لجمال. ها، أجيب لك إيه تشرب؟ خلينا نكمل ليلة. دي الليلة ليلتك. ليلة إيه بقى ما اتضربت خلاص؟ واحد مشي والتاني سكران وطلع ينام. شكلها رست علينا وأنت في الآخر. طول عمرها راسي علينا وانت جميل، بس انت اللي مش شايف. واحنا قلنا ايه؟ انت ما بتقولش، انا اللي عمال اقول لحد ما صوتي راح. لو الفايده بتيجي من الكلام كان زماننا مع بعض من زمان، كنت ما اتكلمت. منى، مجرد كلامي معاك في الموضوع ده خيانه لعلي. ما تنسيش احنا فين. شغلك فكري في علي بطريقة تانية، فكري في ابنه. انتوا بينكوا ولد بكرة يكبر وشيل اسمه غصب عنك. روحي طلعتي غلطة الفريال، انت سامعة؟ انت بتشبهني بفريال يا جمال؟ للدرجة دي انا رخيصة؟ انا ماشي يعني. فريال بعتك عشان كده رخصت، لكن انا مستعدة ابيع لك حياتي كلها، وانت شايفها ارخص من انك تشتريها لو حتى بكلمة واحدة منك. واحنا مفيش بيننا غير كلمة واحدة بس. علي، يا ريتك افتكرت مليون جنيه، كانت نفعتك سيرته. وانت يا سيدي عندي اغلى من مليون جنيه كمان. فعلا؟ اي حد يعرف اللي بيننا يا جمال يصدق ان انا عندك اهم واغلى من فلوس الدنيا كلها. عارف ليه؟ لان انا السبب في اللي انت فيه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ اسمعي وبس، ده كلام بينه وبينه بنكمله. انت اتجننت؟ استني يا منى، سبب في ايه علي بالظبط؟ في كل حاجه، في شغلك، في فلوسك، في اللي وصلت له، حتى في عمرك نفسه. مين اللي رشحك للجهاز زمان ونقلك نقله تانيه ما كنتش تحلم بيها؟ مش انا. مين اللي نصحك تتعامل ازاي وتعمل ايه وقدمك للناس؟ ها؟ انا. مين اللي طمعت في مكانه واخدته منه أول ما وقفت على رجليك؟ مش أنا. مين اللي برغم ده كله فضل محافظ عليك وبيحمي ظهرك في كل عملية طلعناها؟ عبد لله علي الميري. طمعت في مكان مين يا علي؟ أنت يا ريتك طمعت في مكاني وفرحت إنك بقيت نمرة واحد. إلا ما كفكش، انت طمعت في مراتي كمان. ايه التخريف ده؟ انت سكرت ولا ايه؟ انا واعي لكل كلمه بقولها، علشان خلاص لحد هنا الطمع انتهى وجي وقت الحساب. انت بتعمل كده ليه؟ ما تفهمني. فين طول عمرنا صحاب، عملنا مع بعض كل حاجه، الوسخ قبل الحلو، فتحنا بيوتنا لبعض زي الاخوات واكتر. يمكن اكون حقدت عليك، كرهتك، تمنيت لك الشر، لكن عمري ما طمعت في لحمك يا جمال، عمري. ما
بس انت عملت كده. انت بتقول ايه؟ اقرا ده وانت تعرف. ده تحليل الدي ان ايه اللي الهانم عاملاه من ورايا، عايزه تتاكد ان انا ابو رامي ولا لا. وده يخليك تتهمني؟ مفيش غيرك. انا ادم افهم، انا هعمل فيك كده ازاي؟ انا شايفكم بعينيا وانتوا نازلين من شقه الهانم اللي بتقول انها قافلاها دايما. ده كان استعداد للباب التاني يا هانم. انا مش هرد عليك. الباشا يرد بدالك. ارد عليك اقول لك ايه؟ ده انت جايب اتهامه وجاي مصدقه. انت قلت انت بتكرهني وبتتمنى لي الشر. جات لك الفرصة يا علي، بس قلت تكبرها وتبروزها عشان يبقى ليك الحق تعمل أي حاجة حتى لو وصلت لقتلي. مراتك عندك، اسألها كده مين عمل فيك كده. اخرسوا، انتوا فاكريني ايه؟ تهمة بتحدفوها لبعض؟ واحدة مرمية في دراع كل واحد شوية ومش عارفين مين اللي غلط معاها؟ طلقني يا علي، طلقني لو كنت راجل قوي كده. انت صعبان عليا بس انا عذرك. عارف ليه؟ عشان طول عمري كنت بشوف نفسي فيك، على اخويا وصاحبي. بس من النهارده خلاص احنا ما نعرفش بعض، كل واحد فينا من طريق. انا طالع من تحت الارض وانت جواها ومصدق انك عايش. دنيتين مختلفين وما ينفعش يتقابلوا تاني خلاص. مش مصدقك يا جمال، مش مصدقك. أول مرة يحصل لي كده وأنا على الهوا، إحساس إني مش هقدر أسيطر على نفسي. كنت هقول كل اللي شفته هناك، كنت خلاص هتكلم، بس سكت لأني خفت. أنا بقى ما خفتش وقلت له على كل حاجة. فاكرة يا ليلى لما قلت لي إن كل واحدة مننا عندها أسرارها، اللي مهما وصلت ليها درجة القرب بينها وبين أي حد مش ممكن تكشفها، على الرغم إن ممكن الأسرار دي تبقى تافهة وعبيطة ونفضل قافلين عليها ونفتحهاش غير لما نبقى مع نفسنا. فاكرة؟ فاكرة طبعا. أنا بقى ما سمعتش كلامك وحكيت مع الأستاذ على كل حاجة وفتحت صندوق الدردشة ده وخلصت كل حاجة. حكيتي له؟ آه حكيت له، ما كان لازم يعرف. يا روبا انت سألتيني قبل كده وقلت لك استني، ما تقوليش حاجة، لازم نختار الوقت المناسب. أكتر من كده؟ أنا كان في جزء صغير من تفكيري بيقول إنه ممكن يقبلني زي ما أنا، يعرف قد إيه إن أنا اتظلمت. بس الجزء الأكبر كان متأكد من رد فعله إنه هيبعد، وده اللي حصل فعلا. بس يلا مش مشكلة، خليني أستريح بقى وأريحه. أنا من الأول ما كانش لازم أحبه ولا أتعلق بيه، لأني كنت متأكدة إن ده اللي هيحصل. بس للأسف بقى هو ما اداليش أي فرصة إن أبعد عنه يا ليلى. معلش يا حبيبتي، معلش. عادي بقى، وأنا هلوم عليه ليه؟ أنا اللي غلطانة من الأول. اللي بيحب ما غلطش يا ربا. اللي بيحب بيضحي، وأنا ضحيت زمان وغصب عني وبدفع الثمن لغاية دلوقتي يا ليلى. ما تقوليش كده، أنا مش ممكن أسمح لنفسي إن أحب تاني. أنا اللي بنجرح يا ليلى، ومحدش في الدنيا بيحس بالألم زيي. واللي عمله أشرف ده عادي، أي حد تاني غيره هيعمله. إيه لازمتها بقى؟ إيه لازمتها؟ ليلى، ليلى، يا نهار اسود، ليكون زعلان، ده قايل انه هيتأخر. انت هنا؟ معلش يا اختي ما تأذنيش، اصل لقيت البيت وسخ قوي قلت انضفه. طبعا، ما اللي بيحصل فيه؟ امال علي فين؟ سعلي كلمني في التليفون وقال لي انه هيتأخر شويه. ما انا كنت بكلمه بس تليفوني قطع فما فهمتش قوي. تابعت الشحنه لحضرتك. وانت بقى بتيجي هنا عادي وعلي مش موجود ومعاكي مفتاح الشقه؟ يخرب بيتك يا علي، هيشبه الشقه. مدام فريال انا مش زي ما انت فاكره. طبعا يا حبيبتي، روحي اعملي لي شاي. سعلي متجوزني، يعني انا مراته.
مراته. على سنة الله ورسوله، والشقة دي كاتبها باسمي، يعني حضرتك اللي تفعلي. لا إذا كان كده بقى روحي هاتي كرسي وتعالي نقعد نتكلم شوية. ماشي. عرفتي علي فين وازاي؟ اصل انا بشتغل في محل هدوم، هو شافني يعني وتعرفنا على بعض وكده. بقالكوا قد ايه متجوزين؟ يعني من كذا شهر كده. وحامل منه طبعا؟ لا اصل احنا اتفقنا يعني ان احنا ناجل الموضوع ده شويه. انت عارفه علي متجوز مين؟ دي ممكن تضيعك، اصل انت شكلك غلبانه قوي. هي تضيعني ليه يعني؟ وانا عملت لها حاجه؟ وبعدين يا مدام فريال انا في حمس يا علي. حمس يا علي. لا ده انت غلبانه بجد. طب قومي بقى يا حلوه هات لنا كوبايتين شاي عشان نكمل القعده دي. من عينيا الاثنين.